السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على آخر الأخبار اللي كتتعلق بمنظمة غلوري وبالنسخة 80، ولكن قبل ذلك ما نساوش أننا نشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا في الظرفية الصعبة اللي كنا تنمروا منها. تنشكرهم صراحة جزيل الشكر وتنقول لهم أنكم دعمتونا بشكل كبير. فكيف ما سبق وقالت منظمة غلوري على أنها غادي تنظم النسخة 80 وغادي تحضر كبار هذه المنظمة، وشارت لكل من البطل المغربي الأسطورة بدر هاري، وكذلك ريكو فيرهوفن، أليستر أوفريم، طارق خبابز وعدة أبطال آخرون. فصراحة منظمة غلوري كانت كتراهن بشكل كبير على هذه النسخة اللي هي النسخة 80، وكانت كذلك كتوقع حضور جماهيري خرافي، خصوصا أنها كيف ما سبق لي وقلت غادي تحضر كبار هذه المنظمة. ولكن صراحة بعد ما غلقت هولندا الحدود ديالها كيف ما تنعرفوا بسبب فيروس كورونا اللاعين، فمنظمة غلوري مع الأسف كتتجه باش تأجل مرة أخرى هذه النسخة واللي كانت مقررة شهر فبراير القادم. فصراحة كنت كنتمنى على أن هذا الخبر ما يكونش، لكن بعد ما سولت أحد الأصدقاء المقيمين بهولندا فقال لي صراحة على أن هولندا فعلا غلق الحدود ديالها، وأن منظمة غلوري من المستبعد أنها غادي تنظم هذه النسخة في التاريخ اللي حددت من قبل واللي هو شهر فبراير القادم.